يتعرض دار العرائس التاريخي للإهمال كغيره من القصور الأثرية والتاريخية التي تعود لعهد السلطنة العبدلية في منطقة العند بمديرية تبن محافظة لحج، والذي يعد من أهم الشواهد التاريخية على حقبة زمنية جسدت آخر سلاطين لحج، ليشهد اليوم حالة من العبث والتخريب جراء إقدام مجاميع على حفر محتوياته بمزاعم البحث عن كنوز أثرية تحت أنقاضه تعود إلى حقبة دولة الغساسنة. ما تم تخريبه من معتدين على الآثار، وهذا يعتبر جزء من الآثار في محافظة لحج التي يعملوا على أكبر تخريب فيها، ناس خارجين عن القانون. ونتمنى أن يكون السلطات المحلية والمركزية أن يعملوا على الحفاظ على الآثار، وهذه آثار تاريخ وطن كامل، مش يعني لفترة محددة. ونتمنى أن يساعدونا أن نعمل على حفاظ الآثار. يعد دار العرائس تحفة فنية فريدة ومن أهم المعالم التاريخية التي تغنى بها القومندان، لتعكس هذه الأعمال التخريبية التي تتم على مرأى ومسمع من الجهات المعنية مدى الإهمال واللامبالاة بالآثار اليمنية القديمة. إن هذه الآثار التي نقف عليها وهذه الكدمة التي نقف عليها تعتبر جزء أساسي من سد دار العرائس، والذين يفكرون أن تحت هذه الكدمة توجد بعض الكنوز فهذا مفهوم مغلوط، حيث لا توجد أي كنوز في هذا المكان، وإنما هي مجموعة كبيرة من الأحجار لغرض كجزء من هذا السد. والجزء الأعلى أو المبنى الطيني الآخر هو مبنى دار العرائس، وهو مبنى متأخر من عهد سلاطين لحج. هذا الدار هو دار أثري تغنى فيه القمندان حيث قال ببني لكم دار في العرائس ولا جنب شيلوب. طبعا هذا الدار هو ذاك شيلوب، فلهذا أنا أوجه رسالة إلى السلطة المحلية وإلى مديرية بالاهتمام بهذا الدار الأثري ويتم تسويره، وهو معلم حضاري، حيث هذا الدار وهذه المنطقة تعتبر منطقة سياحية حيث يتوافد فيها آلاف المواطنين لزيارة هذا الدار الأثري. على مر التاريخ زخرت لحج بالعديد من المعالم الأثرية والتاريخية، إلا أن حال هذا الموقع الأثري وما يكتنزه من حضارة وتاريخ وأسرار كغيره من المواقع التاريخية في اليمن لا يختلف واقعه كثيراً عن المواقع الأخرى التي تتعرض للتخريب والإهمال في ظل غياب دور الجهات المعنية وعجزها عن القيام بدورها في إيقاف هذه الممارسات والحفاظ على هذه المعالم التي تمثل حقبة تاريخية ضمن التراث اليمني القديم الضارب في جذور التاريخ.